السلام عليكم ورحمة الله. أي حد يتمنى ألا يعذب في قبره، ولو عذب يتمنى أو لو في عذاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا جميعا أن يخفف عنه، وحتى لو ناله شيء من العذاب في القبر أن يكون هذا رحمة له وشفاعة له وتخفيفا عنه بألا يعذب في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذاب القبر ومن عذاب النار، قولوا أمين. اللهم أمين. هو ممكن عذاب القبر يبقى رحمة ويبقى نعمة ويبقى نجاة من الله سبحانه وتعالى لمن يعذب في قبره؟ أيوة طبعا، قد تعذب في قبرك وقد تنجو بهذا العذاب فيكون رحمة لك ومنة من الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك حتى الحديث المعروف المشهور المتفق عليه لما النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما طول ما هم رطبين كده أو رطبتين اللي هو الشقاي الجريدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام شقها يخفف عنهم لحد ما تيبس هذه الجريدة. ولذلك الإمام النووي في شرح النووي على مسلم يقول وضعوه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر، فقال العلماء محمول على أنه سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى أن ييبس. يبقى العلماء استدلوا هذا على أن الإنسان ممكن في أعمال أو في أدعية أو في طاعات وعبادات لو أن الإنسان فعلها يخفف عنه، لا هو أو أحد من ورثاته أو من أصدقائه أو حتى عمل له خير. ولذلك الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى الكلام جميل، ودلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب. العقوبة ممكن تزول عن الإنسان بعشر حاجات. واحد، قال لك التوبة، لو لم تذنبوا ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. يبقى التوبة هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يبقى أنت لما توب قد تنجو من العقاب أو تنجو من العذاب. رقم واحد. 2، الاستغفار، إنك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ربنا قال أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره، أو يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فالتوبة 1، 2، الاستغفار ده كله بينجيك وبيوقع عنك العذاب. 2، 3، الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. 4، دعاء المؤمنين لك، لو أنت مثلا ابنك يدعو لك ترفع درجات بما قال باستغفار ولدك لك، يخفف عنك بما باستغفار ولدك لك. تمام. وطبعا حتى صلاة الجنازة بنقول يا جماعة نصلي على الميت، فصلاتنا على الميت قد تشفع له. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فممكن واحد مكتوب له هيتعذب في قبره، بس بإخلاص واحد في أهل الجنازة أو في صلاة الجنازة بدعائه له أو لهذا الميت الله سبحانه وتعالى نجاه من هذا العذاب. 5، ما يعمل للميت من أعمال بر. يا جماعة مما ينفع الميت بعد موته صدقة جارية، اعمل له خير ده بينفعه في قبره. 6، شفاعة النبي حين قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. 8، ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا. دي النقطة بقى المهمة، وده السبب الثامن اللي ابن تيمية بيقوله، ان انت ممكن اللي انت هتعذبه في القبر يكفر عنك ذنوبك وسيئاتك، وبالتالي ما يبقاش عليك حاجة تانية ولا تطالب ولا تعذب بعدها، لانه اقتص منك وعذبت بقدر معصيتك او بقدر ما اخطأت وقصرت في جنب الله سبحانه وتعالى. 9، اهوال يوم القيامة. 10، رحمة الله سبحانه وتعالى. ده بقى لو في عذاب في القبر. طب انت لو عايز تنجو خالص من عذاب القبر، قراءة سورة الملك. قال صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. 1، الذي يموت شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجار من عذاب القبر. 3، أن تكثر من الدعاء بعد التشهد وقبل السلام لهذه 4، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. 5، الذي يموت يوم الجمعة أو ليلتها. قول النبي ما من مسلم
يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ستة أو خمسة. خمسة: من قتل أو من قتله بطنه لم يعذب في قبره. من قتله بطنه لم يعذب في قبره. يبقى دي حاجات هنجملها تنجيك من عذاب القبر: انك تقرأ سورة الملك. واحد. اثنين: الذي يموت شهيدا. ثلاثة: الذي يدعو بعد التشهد قد يستجيب الله سبحانه وتعالى له سعيد من عذاب القبر. اربعة: الذي يموت يوم الجمعة او ليلة. خمسة: من قتله بطن او من مات بمرض او بداء في بطنه لا يعذب في قبر. ده ينجيه اصلا من عذاب القبر. طب انا اصلا لو مكتوب لي عذاب ممكن يتخفف عني؟ اه ممكن يتخفف عنك. ولو خفف عنك وعذبت في قبرك هذا العذاب يكون نعمة ورحمة وعافية ونجاة لك، فلا تعذب في الآخرة. اللهم اجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. قولوا امين.